لا هدنة في نهم ولا داعي للبحث عن الطرف الذي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، فقد تكفل هو ذاته بالمهمة وتوثيق الحقيقة. بعد ساعات من إعلان التهدئة، كانت جبهات القتال هنا في نهم تشهد قصفا عنيفا من قبل الميليشيا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لتؤكد بذلك أن ما تقوله في الإعلام وما تعد وتلتزم به في طاولات المفاوضات هو أبعد ما يكون عما تفعله في جبهات القتال. إطلاق هذه القذائف واحد من ضمن 40 خرقا ارتكبتها الميليشيا بحسب ناطق الجيش الوطني بصنعاء عبد الله الشندقي. وخلال الساعات الماضية صدت قوات الجيش الوطني هجوما للميليشيا ما أسفر عن مقتل أركان حرب اللواء 314 ميكا العميد ركن زيد الحوري. ويرى البعض أن عدم توقف القتال في جبهة نهم يكمن فيما تمثله هذه الجبهة من أهمية استراتيجية، فهي خط الدفاع الأخير للعاصمة، واجتيازها يعد بمثابة حسم للمعركة وخطوة كبيرة في طريق استرداد الدولة.